بسم الله الرحمن الرحيم. هذه محاضرة في الأمن القومي العربي، محاضرة رقم 32 بعنوان الأمن القومي العربي والتحديات العسكرية، Arab National Security and Military Challenges. هذه المحاضرة مخصصة لطلبة وطالبات العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين. يلقيها الأستاذ الدكتور كمال محمد محمد الأسطر. The Arab National Security and Military Challenge by Professor Dr. Kamal M.M. Al-Astal, Department of Political Science, The Faculty of Arts and Human Sciences, Al-Azhar University, Gaza, Palestine, 2020. مقدمة على العنصر العسكري في الأمن القومي. للحديث عن العنصر العسكري في الأمن القومي، نجد أنه يتحقق عن طريق حجم وتكوين القوات المسلحة للدول العربية من حيث التنظيم والتسليح والتعبة والخبرة القتالية والإنتاج الحربي والأحلاف العسكرية أو التواجد الأجنبي والاحتياجات المادية والفنية والتكنولوجية المتقدمة، وكلها موضوعات تدخل في عمليات البناء العسكري للدول العربية فرادى ومجتمع معا بهدف تحقيق الأمن العربي. وقبل أن أتكلم عن ذلك، يجب أن أقول أن الأمن الوطني يعنى بالإجراءات التي تحقق الأمن الشامل لهذه الدول العربية في جميع المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والمائية والصحية والإلكترونية والعسكرية. فالأمن أصبح مفهوما شاملا، إلى أن وصلنا إلى ما سبق وأن ذكرناه Human Security، تطبيق للآية الكريمة في سورة قريش، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والأمن هنا جانب من الجوانب بالمفهوم العسكري، حيث يتعرض الوطن العربي منذ أكثر من عقدين وما بعد فترة الاستقلال لسلسلة من الحروب والصراعات والأزمات الداخلية والاقتتال الداخلي الذي كان مبررا للتدخلات الأجنبية. فالصراعات الداخلية بين الدول العربية أو الحرب العربية العربية أو بعض الصراعات داخل الدول العربية انعكس تأثيره على الأمن القومي العربي بسلبيات ونتائج خطيرة تتطلب وقفة عربية حاسمة تنبع من إرادة سياسية شاملة لإصلاح البيت العربي لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية. ولعل العرب قد عانوا مما سمى الفوضى الخلاقة وما سمى ثورة الربيع العربي وغيرها، التي كانت سببا في تدمير كثير من المقدرات العربية واستنزاف الموارد العربية البشرية والمادية. ولعل ما حدث ويحدث في كل من اليمن وسوريا والعراق ومصر وليبيا والسودان ودول الخليج العربي والصومال قبل ذلك ولبنان وفلسطين، كلها مؤامرات خارجية تترجم مبدأ استعماريا قديما، فرق تسد divide and rule، وتوظيف العرب لقتال العرب تحت مسميات مختلفة وتحت تبريرات متعددة. حيث تتعرض الوطن العربي هذه الأيام للعديد من التحديات والعقبات التي تعرقل التضامن والتعاون العربي، بل وتزيد الانقسامات سبب الصراعات والحروب والتدخلات الأجنبية والصراع داخل الدولة الواحدة والإرهاب
الذي أصبح معولا للهدم، والجماعات والأحزاب الفئوية العربية التي تقاتل بعضها بعضا وتقتتل على تقاسم الثروة والنفوذ والسلطة، وتهدد بشكل مباشر الأمن القومي العربي. كيفية تحقيق الأمن العسكري؟ يتمثل تحقيق هدف الأمن العسكري من خلال الاعتراف والتأكيد على أن أمن الدول العربية هو أمن متكامل، وأن أي اعتداء على دولة ما يعتبر اعتداء على كافة الدول العربي. لذلك يتطلب الهدف الأمني إجراءات شديدة الحساسية، تبدأ من مفهوم العقيدة العسكرية وتوحيدها، ومتطلبات الأمن، ومفهوم التوازن العسكري، ومفهوم إعداد المنطقة العربية للدفاع عن نفسها، وإنشاء القاعدة العلمية العسكرية التكنولوجية للإنتاج الحربي لمواجهة متطلبات الجيوش العربية في التسليح وتكوين الاحتياط الاستراتيجي العسكري وغير العسكري المناسب. كذلك مفهوم استخدام القوات العسكرية في تحقيق الأمن المتكامل والتغلب على مشكلات الفراغ الأمني الاستراتيجي الذي تستغله دول كثيرة محيطة بالإقليم العربي أو النظام الإقليم العربي Arab Regional System، وخاصة التدخلات الإيرانية والتركية والأثيوبية والإسرائيلية والأمريكية وغيرها، بالإضافة إلى تدخلات دول حلف الناتو في المنطقة العربية وحجة مناصرة هذا الفريق أو ذاك في الصراعات العربية الداخلية، أو بحجة مكافحة الإرهاب أو ضبط أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الحجج التي تبرر التدخل الاستعماري الخارجي في المنطقة العربية، وبطلب من بعض الجهات العربية أيضا. إن الأمن القومي العربي والتحديات العسكرية يتطلب كما قلنا موضوعات شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وزيادة العملية الديمقراطية، وتوفير الحاجات الأساسية للمواطن من رعاية صحية وتعليمية إلى آخره، والوصول إلى الأمن السايبري أو ما يسمى سايبر سيكوريتي، أمن المجال الإنترنتي والمعلوماتي للدولة. فلم تعد الجيوش العسكرية وحدها كافية ما لم يكون هناك جيوش عسكرية إلكترونية ميليتري إلكترونيك آرمز، وجيوش فضائية وأقمار صناعية، وطائرات بدون طيار، ودبابات بدون رجال. وبالتالي لابد من استخدام الروبوت والإنسان الآلي والعقل الآلي في التسليح العربي، والقفز من الناحية الفنية والتكنولوجية نحو التقدم في مواجهة متطلبات الجيوش العربية من حيث التسليح والإعداد والتجهيز والتدريب والأمن الإلكتروني. ما هي التحديات العسكرية للأمن القومي العربي؟ أولا، ضعف بناء القدرات العسكرية للدول العربية. برغم ما تنفقه الدول العربية على الأعباء الدفاعية السنوية، إلا أن ميزان التفوق لا زال في صالح دول الجوار وخاصة إسرائيل التي تتفوق بإمكانيات العسكرية على الدول العربية، وما تضمنه لها الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا التدخلات الأخرى في القتالات الداخلية العربية، فلو قارنا مثلا القدرة العسكرية السورية مع تركيا وإسرائيل بحكم المشكلات العالقة بينها، فهو لصالح تركيا. وأيضا الأمر كذلك بمقارنة الإمكانيات العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي مع إيران أو أثيوبيا والسودان.
هذا دون النظر للنوعية، فكل من إسرائيل وتركيا وإيران تتسلى من الدول الغربية ما عدا إيران أحدث ما في ترسانات الأسلحة الغربية مقارنة بالدول العربية. وإن كان من المرجح اختلاف نوعيات الأسلحة لدى إسرائيل عما لدى الدول العربية، حيث تتسلح إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، في حين تحرم الدول العربية من كثير من أنواع الأسلحة المتقدمة حتى لا يصبح هناك خلل في ميزان القوة العسكرية بين الدول العربية وإسرائيل. وفي مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية والمعلومات، فهناك دول الجوار تركيا وإيران وإسرائيل كانت حتى فترة قريبة ولا زالت تطلق الأقمار الاصطناعية للتجسس على بعضها وعلى الدول العربية، وأصبح الفضاء العربي مفتوح لدول الجوار. فإسرائيل أطلقت أقمارها منذ القرن العشرين وحتى الآن سلسلة أقمار التجسس أوفك، والتي وصل إلى أكثر من أوفك 15. وتركيا أعلنت عن مناقصة في أوائل عام 2006 لإطلاق قمر للتجسس، وتسعى إسرائيل لبيع قمر لها هذه الأيام. بل أن إيران أطلقت عدة أقمار صناعية، سيناء واحد وغيرها، بالتعاون مع روسيا في يناير 2008. هذا بخلاف إطلاقها صواريخ قادرة على إطلاق الأقمار الصناعية في 4 فبراير 2008، أمد واحد وهو من طراز شهاب 4، وأطلقت عليه اسم السفير. أي ما يعني أنها ستطلق أقمارها التجسسية بإمكانياتها الذاتية، هذا في الوقت الذي لا تمتلك أي من الدول العربية هذه التكنولوجيا. وأعتقد أن مصر قادرة بالتعاون مع السعودية ودول الخليج العربي على إحياء الهيئة العربية للتصنيع الحربي، بما يضمن الحد الأدنى اللازم من التسليح للوطن العربي. 2، ضعف التعاون العسكري العربي. رغم اتفاقيات الدفاع العربي المشترك وتصحيح الأوضاع التي كانت بعد حرب عام 48 وهزيمة الدول العربية وإنشاء إسرائيل، ففي إبريل عام 1950 عقدت اتفاقية الدفاع المشترك، ولكنها لم تفعل ربما سوى لمرة واحدة استعدادا لحرب 1973، حيث أفرزت خلالها قدرا من التنسيق العربي العربي، ولكن سرعان ما تبدد نتيجة تغلب عوامل القطرية على القومية. فالاتفاقية العربية الدفاعية لم تضعف فقط، بل وصلت إلى حد اعتداء دولة عربية على دولة عربية، وهو ما تم في 2 أغسطس 1990. أيضا لابد من وجود قوات عربية وتدريبات عسكرية، حيث أنه توجد في دول الخليج العربي قوات درع الجزيرة منذ عام 1986، وحيث في القمة 26 في ديسمبر 2005 تقرر إعادة هيكلة القوة على قواتها إلى دولها على أن تكون تحت الطلب، وتقوم بتدريبات دورية بين دول المجلس وبعضها. ولكنها كانت تعاني ولا زالت من مشكلة التسليح، ومن المتصور أن أبرز مجالات التعاون العربي تتمثل في التنسيق بين الدول العربية والتعاون في مجالات التدريبات المشتركة بهدف اكتساب الخبرات بين الدول العربية، كما أن التعاون في مجال صفقات السلاح والتسليح تمثل ضرورة هامة، حيث التنسيق بين الدول العربية في هذا المجال يكون دعما للدول في مواجهة الدول التي الأخرى التي تعتدي عليها أو التي تبتاع الأسلحة. وأيضا التنسيق في أنواع السلاح ومصادره ضرورة حتى تتكامل الجيوش العربية في الميدان. ضعف أو محدودية الصناعة الحربية العربية. تقدم إسرائيل في التصنيع الحربي والعسكري بصفة عامة،
تتميز الدول العربية بضعف صناعاتها الحربية، وأن نسبة كبيرة منها عبارة عن صناعات تجميعية وليست صناعات وليدة الدولة ذاتها، وهي في أنحاء متفرقة من الدول العربية، ربما أهمها مصر والمملكة العربية السعودية وسوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة والسودان. ولم تصل هذه الصناعات إلى أن تكون صناعات متكاملة مقارنة بما تم في دول الجوار وخاصة إسرائيل. فإسرائيل تصنع دبابة مركبة، وهي من أحدث الدبابات في العالم، ومن أطرز ونماذج مختلفة، وأيضا صنعت الطائرات المقاتلة، فهي تصنع الطائرة كفير، ونجحت في تصنيع الطائرة لافي، واستبدلت الولايات المتحدة الأمريكية بصفقة أسلحة حديثة. وفي مجال الصواريخ تصنع الصواريخ أرض أرض، والصواريخ مضادة للصواريخ، والقبة الحديدية، وأنواع مختلفة من الصواريخ، جو جو وجو أرض وجو بحر وبحر بحر. وأيضا لدى سر قدرة على الصواريخ الحامل للأقمار الاصطناعية، بخلاف تفوقها العالي في تصنيع أنواع متعددة من الطائرات بدون طيار وتصديرها لكثير من الدول، حيث اعتمد إسرائيل على الروبوتات العسكرية والجيش الإلكتروني في كثير من مجالاتها العسكرية. وبالنسبة لتركيا فلها أيضا صناعاتها العسكرية الخاصة بها والمتقدمة، مثل إنشاء صناعات عسكرية لتصنيع أجزاء من الدبابة الأمريكية MIAI والطائرة المقاتلة F-16. كما أن إسرائيل وتركيا تكثف التعاون المشترك لتصنيع دبابات الدبابة المشتركة مركبة، والصواريخ أرض أرض، والصواريخ أرو في تركيا، وصواريخ حيس، وصواريخ دليلة، وصواريخ مختلفة. واقع استخدام المجال الجوي التركي للتدريبات الجوية العسكرية الإسرائيلية، والعمل في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات والتنسيق في سوريا وتقاسم الأدوار إلى آخره، بالإضافة إلى التدخل المشترك في سوريا من خلال قصف إسرائيل لبعض الأهداف العسكرية في سوريا، وقيام تركيا باحتلال أجزاء من شمال سوريا وتدخلها العسكري في الصراع الدائر على الأرض السورية. وبالنسبة لإيران فإنها تصنع أنواع متعددة من أسلحة القوات البرية والبحرية، وصواريخ مضادة للدبابات والمدفعية بأنواع مختلفة، ونقلات الجند المدرع والدبابات. وأيضا تصنع في مجال الطائرات الطائرة المقاتلة برق وطائرات التدريب، وتطور الطائرات الحربية التي في الخدمة والطائرات المروحية والطائرات بدون طيار وأسلحة الدفاع الجوي والصناعات البحرية والغواصات والصواريخ عديدة الأنواع من أنواع الشهاب أرض أرض وبحر بحر وجو جو وبحر سطح. ولعل التدخلات العسكرية الإيرانية واضحة في منطقة الخليج ودعم الحوثيين في اليمن والتداخل العسكري في سوريا وفي العراق، وأيضا اعتبار بعض الفصائل العسكرية الفلسطينية أذرعا للنفوذ الإيراني في الساحة الفلسطينية، مما يزيد من الانقسامات الفلسطينية الفلسطينية. ضعف تجهيز مسرح العمليات، إضافة إلى ضعف التعاون العربي، نجد ضعف تجهيز مسرح العمليات العسكرية في إطار ما يطلق عليه إعداد الدولة للدفاع، وهو أحد العناصر الأساسية في الإعداد للعمليات العسكرية. والمثل على ذلك الحشد العسكري لقوات أكثر من 30 دولة في أراضي المملكة السعودية في حرب تحرير الكويت عامي 1990 و1991، وأهمية إعداد مسرح العمليات وأماكن الإيواء للجنود والمطارات والقواعد الجوية والبحرية والإعاشة. فعلى سبيل المثال القوات المصرية التي شاركت في حرب تحرير الكويت تحركت برا من القاهرة إلى ميناء الأدبية بالسويس، ومنها بحرا إلى ميناء جدة في المملكة السعودية، ثم برا إلى حفر الباطن
شرقي المملكة العربية السعودية قاطعة أكثر من 1000 كيلومتر برا داخل أراضي المملكة العربية السعودية. وفي هذا الإطار نجد ضرورة قيام كل دولة عربية بإعداد أراضيها للعمليات مثل تجهيز المطارات وأراضي الهبوط وإعداد المسرح بالتجهيزات المناسبة لسرعة احتلال القوات الأراضي عند الفتح للقتال، وكذلك إعداد الطرق والمدقات لسهولة النقل واتساعها بدرجة السماح بنقل القوات بسهولة. وما تفتقده الدول العربية عامة أي عدم إعداد أراضيها لنشر قوات الدول الأخرى في حالة نقلها إلى هذه الدول لدعمها في صراعات المنتظرة أو في حالة تعرضها للتهديد من أي خطر داخلي أو خارجي. فعلى الدول العربية أن تجهز مسرح العمليات في حالة استعانت دولة عربية بقوات دولة عربية أخرى لدعمها في مواجهة الانقلابات الإرهاب أو انقلاب عسكري مخطط خارجيا إلى آخره. ضبط التسلح وتطبيقه على الدول العربية أيضا من ما يؤسف له أن ما يسمى ضبط السلاح والحد من التسلح يطبق على المنطقة العربية حتى تطلق يد إسرائيل لامتلاك جميع أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية والإلكترونية. وعقب تحرير الكويت عام 1991 واكتشاف التحالف الغربي امتلاك العراق أسلحة متقدمة وغربية كانت سبب في طموحاته وحروبه حسب الادعاءات الغربية وما ثبت كذبه لاحقا، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية آلية ضبط التسلح وخاصة لدول ما يسمى الشرق الأوسط في محاولة من جانبها ودعوة تقليل الحروب والصراعات في المنطقة. بل أن الولايات المتحدة استخدمت الآليات المقررة لحرمان الدول العربية من الأسلحة في الوقت الذي تمنح فيه إسرائيل الأسلحة دون أي قيد. والمثل الواضح كان في عدوان إسرائيل على لبنان صيف عام 2006، فقد نقلت الولايات المتحدة الأمريكية الذخائر والوقود لإسرائيل بطائراتها من قواعدها المنتشرة في المنطقة وفي أوروبا لتستخدمها في عدوانها وتدخلاتها أيضا في الدول العربية وفي لبنان وغيرها. كما أيضا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بنشر قواعدها في المنطقة العربية كما هو معروف. وأهم آليات ضبط التسلح كانت في 29 مايو 1991 عقب حرب الخليج الثانية، وأطلق عليها مبادرة بوش لضبط تسلح الشرق الأوسط وبيان باريس الدول دائمة العضوية في أكتوبر 1991. كما تم إقرار مبادرة أخرى في يوليو 1992 لتكون أكثر فعالية وأكثر تفصيلا. والمشكلة الرئيسية في هذا الأمر أن تطبيق عملية الضبط تظل مقصورة على الأطراف العربية دون إسرائيل، مما أدى إلى زيادة الخلل في التوازنات وزيادة الفجوة التكنولوجية نتيجة إعطاء إسرائيل التكنولوجيا المتقدمة وحظرها على الأطراف العربية. التواجد والقواعد العسكرية الجوية في المنطقة العربية، كان المتغيرات والحروب التي حدثت في المنطقة بدلا من حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران في الفترة بين 1980 و1988 وهي حرب الـ8 سنوات ومتخللاته من حرب الناقلات وحرب المدن وتلاها من حروب احتلال العراق للكويت وحرب الخليج الثانية والتي عقبها توقيع أغلبية دول مجلس التعاون الخليجي على المملكة العربية السعودية اتفاقيات أمنية مع الدول الكبرى وبخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا وقاومة القواعد الأجنبية في كثير من الدول آخرها وليس بآخرها اتفاقات بين الإمارات وفرنسا لإقامة قاعدة أجنبية لها في الإمارات في يناير 2008، وأيضا القاعدة العسكرية التركية في قطر والقواعد العسكرية في السيلية والعديد في قطر والقواعد العسكرية منتشرة هنا وهناك وانتشار التسهيلات العسكرية في دول عربية أخرى وفي جيبوتي وفي حيث يوجد بها قواعد فرنسية وأخرى أمريكية. ودون الدخول تفصيلا في إجمالي هذه القواعد يمكن القول أن هذه القواعد تمثل الأجنبية طبعا تمثل انكشافا للأمن القومي العربي بل انتقاصا للسيادة العربية رغم أنها جاءت بقرار سيادي عربي، وتمثل تهديدا وتعرض الدول التي تستقبلها على أرضها لعدوان سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل أو إيران أو تركيا أو غيرها. فلو حدث اشتباك مسلح بين إسرائيل وأمريكا من جانب وإيران من جانب، ف
فقد تجد دول الخليج العربي نفسها مضطرة للمشاركة في هذه الحرب نتيجة قيام إيران بقصف بعض المنشآت والقواعد الأمريكية في قطر أو في الإمارات العربية أو في السعودية أو في الكويت أو بعض الدول العربية أو في عمان، مما يؤدي إلى إدخال الدول العربية في دوامة صراعات إقليمية ودولية لا ناقة لها ولا جمل فيها. سابع، قيام تحالفات عسكرية بين بعض الدول العربية والتي يمكن أن تهدد بعض الدول العربية الأخرى، حيث أن هذه التحالفات موجودة الآن. على سبيل المثال، اتفاقات تنسيق عسكري عالي بين تركيا وإسرائيل أبرمت في فبراير 1996 ولا زالت قائمة في جميع المجالات بين إسرائيل وتركيا. وأيضا وجود اتفاقيات طويلة الأمد بين العراق وأمريكا، والتدخلات الأجنبية في سوريا واليمن والعراق والخليج العربي وليبيا والسودان، وقيام أريتريا أيضا بالتدخل في المنطقة العربية، كلها عوامل تؤدي إلى القلق مما قد يدور في المنطقة العربية مستقبلا، وتسخير الإرهاب في سيناء وفي بعض الدول العربية من أجل استنزاف طاقات الجيش المصري وإشغال مصر عن التنمية الداخلية، وتشكل نزيفا للموارد والطاقات العربية. سباق التسلح النووي في العديد من دول العالم، وأيضا أصبح امتلاك السلاح النووي مهما في كثير من الحالات. فسباق التسلح في شبه القارة الهندية بين الهند وباكستان من شأنه أن يؤثر على طبيعة الصراع في منطقة الخليج في المستقبل وعلى حالة الاستقرار والأمن فيها. وسباق التسلح خصوصا بين إيران وتركيا وإسرائيل، حيث أن إيران تتطلع امتلاك أسلحة نووية، ومن ثم فإن قرب منطقة الخليج من هاتين الدولتين في حالة تحول الصراع بينهما إلى صراع نووي سيكون له مردود سلبي على أمن المنطقة العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى المملكة العربية السعودية بالذات، بل على حركة التجارة العالمية إلى كل منطقة الخليج العربي والعالم العربي وعلى أمنه. أضف إلى ذلك إلى انفراد إسرائيل بالتسلح النووي من شأنه أن يمثل عنصر تهديد دائم للعرب مقابل تجاهل دول العالم لها، حيث أصبحت الدول العربية تحت رحمة المظلة النووية الإسرائيلية. إن التحديات العسكرية أو التحديات الأخرى التي تؤثر على أمن القوم العربي من وجهة النظر العسكرية، نجد أن هناك عدد من العوامل الأخرى التي تؤثر على الأمن العسكري والأمن القومي العربي. إن التحديات العسكرية وتحديات أخرى مؤثرة على المقام من وجهة النظر العسكرية هما ما يصعب أن تشمله هذه الدراسة وهذه المحاضرة. ومن هذه العوامل الأخرى على سبيل المثال ضعف الناتج المحلي في الدول العربية مقارنة بتعداد السكان. فعلى سبيل المثال، لو أن دولة ناتجها القومي 100 مليار دولار أنفقت بنسبة 5% على الأعباء الدفاعية 5 مليار دولار، ولو زاد الناتج المحلي إلى 150 مليار سيصبح المخصص سبقا لنفس النسبة 7.5 مليار دولار، وما يعني مزيد من الإنفاق الدفاعي. والإنفاق الدفاعي العسكري على حساب القطاعات المدنية، الصحة والتعليم وبناء الجامعات والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية وتوفير فرص العمل والمصانع والبنية والتنمية الزراعية، يؤدي إلى خلل في الأمن، حيث أن هناك معادلة عسكرية أمنية تقول butter or guns، أي الزبدة أو قوت الناس والقطاع المدني أو الإنفاق على السلاح. وكلما زاد الإنفاق على السلاح كلما قل الإحساس بالأمن بين الناس، وهذا ما يؤدي في كثير من الدول إلى ما يسمى The Garrison State، الدولة العسكرية. والدولة القائمة على الأجهزة الأمنية هي الدولة التي تضحي بالقطاع المدني لصالح القطاع العسكري.
ولعل أن نشهد كثير من الدول عربية وغير عربية أن راتب الجندي أضعاف أضعاف راتب المدرس أو الطبيب، وهذا خلل يؤدي إلى تدهور في القطاعات المدنية لصالح الاستبداد ولصالح القدرات العسكرية التي عادة لا توفر أمنا للوطن والمواطن. ضعف الكثافة السكانية مقارنة بمساحة الدولة، على سبيل المثال المملكة العربية السعودية مساحتها 2.5 مليون كيلو متر مربع وعدد سكان حوالي أكثر من 30 مليون نسمة، منهم عمالة وافدة أكثر من نصف السكان، وإن النسبة ضعيفة لا تتفق مع تنامي الأطراف في المملكة وإطلالها على الخليج العربي والبحر الأحمر وأعباءها مع باقي دول مجلس التعاون الخليج العربي. وهنا لابد من القول أن المملكة العربية السعودية هي دولة عربية استراتيجية، وهي إحدى دول منطقة الخليج العربي، وهي أحد أضلاع مربع الأمن القومي العربي الذي يقوم على التساند والتكامل بين كل من القاهرة والرياض وبغداد ودمشق. فالمملكة العربية السعودية هي رافعة العرب في الجزيرة العربية، وهي التي يجب أن تكون حدودها الأمنية من البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي، ولا تسمح لأي قوة كانت بالتدخل في هذا المجال الحيوي السعودي، وكذلك منطقة الكويت والعراق والأردن. وهذه الدول يجب أن تقف متساندة مع العراق حتى يعود لدوره كحارس للبوابة الشرقية للأمن القومي العربي، وتحرير سوريا وإعادة الوحدة لسوريا وقوة سوريا، حيث أن الخبرة التاريخية الدولية في المنطقة العربية أثبتت أنه لا يمكن للعرب أن يكونوا أقوياء ما لم يكن هناك انسجام بين مصر بكثافتها السكانية وخبراتها وحضارتها العريقة الممتدة إلى 7000 عام، وقوتها الفكرية والتكنولوجية والخبرات، وبين السعودية بواقعها الروحي والحضاري والمالي والاقتصادي، والعراق بواقعها الحضاري والقدرة العسكرية والتكنولوجية والأفكار والعقل العراقي المتفتح، وسوريا بخبراتها القتالية الأموية القديمة والجديدة، حيث أثبتت الفتوحات العربية والعسكرية أنه لا يمكن للعرب أن يتقدموا ما لم تتوحد كل من مصر وسوريا والسعودية والعراق ودول الخليج العربي ودول المغرب العربي مجتمعة لتكون سدا منيعا واحدا في واجهة أي تحديات عسكرية. كما أن التحديات العسكرية التي تواجه المنطقة العربية تتمثل في أن الدول العربية معظمها دول صغيرة وقليلة السكان، فدول الخليج العربي هي دول صغيرة المساحة وتعداد السكان فيها قليل، في قطر والبحرين والإمارات قليل جدا، وتمثل المشكلة السكانية وخاصة نسبة السكان الوطنيين الأصليين تصل في بعض الأحيان لحوالي 30 ل 40% من السكان، ومشكل عبئا في إعداد قوات مسلحة كافية تدافع عن أراضي الدولة في مواجهة دولة خليجية أخرى كبيرة مثل إيران، أو كما سبق في العراق قبل تغيير نظام صدام حسين، حيث أصبح العراق أيضا مصدر للنفوذ الإيراني وتم تسليمه لإيران بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية لتكون عصا ضد منطقة الخليج وتهدد المنطقة العربية وأمنها والتدخل في أكثر من بلد عربي. 4 مشكلة القوى البشرية في الدول العربية، وهو موضوع يحتاج لدراسة ودراسات عديدة، من ناحية ضعف البنية الصحية والحالة البدنية في بعض الدول العربية مما يجعل نسبة كبيرة من شبابها غير صالحين للخدمة في القوات المسلحة، حيث أن كثير من الشباب يحتاجون إلى تربية ولا يجوز أن نقف مكتوفي الأيدي أمام نسبة كبيرة من الشباب في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية وبعض الدول العربية الذين تربيهم الخادمات الفلبينيات والسريلانكيات والأندونيسيات والتايلانديات والهنديات، مما يضعف الوازع الديني والانتماء الحضاري واللغة العربية والبعد القومي في التفكير لهؤلاء الشباب والأسر
ولذلك لابد من التفكير في الخطر الدائم الذي تشكله العمالة الأجنبية في منطقة الخليج العربي على الأمن القومي العربي. وجود بعض الأقليات في بعض الدول العربية غير مقبول انضمامها للقوات المسلحة في بعض الدول، خوفا من يكون أولادهم أو ولاؤهم لدول خارجية قد تعتبر معادي. ولا بد هنا نقول أن محل مشكلة الأقليات والوحدة الوطنية والمواطنة أساسية للأمن القومي العربي. افتقار عسكريين في بعض الدول العربية للخبرات القتالية، ومعنى أن هذه الدول لم تشارك جيوشها في حروب، وإنما شاركت في استعراضات عسكرية دون أن تشارك في عمل عسكري قتالي فعلي. ولعل من أكثر الجيوش خبرة الجيش المصري والجيش السوري والجيش العراقي الذي تدميره، والجيش الأردني والجيش السعودي والجيش الإماراتي والجيش السوداني والجيش المغربي والليبي والجزائري والتونسي. وهذه الجيوش تحتاج باستمرار لتدريبات عسكرية. ما هي سبل التصدي للتهديدات العسكرية العربي التي تواجه المنطقة العربية؟ تصور أن أفضل سبل للتصدي فيه هو معالجة تفصيلية لكل بند من البنود السابقة، ويحقق أمن الدولة ذاتها، وتكون عاملا مساعدا في دعم الأمن القومي العربي الشامل. وفي إطار التصدي للتحديات والتهديدات في الشأن العسكري، وضع استراتيجية المواجهة تعني في مفهومنا فن وتطوير واستخدام قوى الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية المعنوية والعسكرية في زمن السلم والحرب لتقديم سبل الدعم للسياسات الوطنية. فمتصور اتخاذ الخطوات التالية على كل مستوى. 1- أهمية بناء القدرة الذاتية للجيوش العربية. بناء القدرات الذاتية سواء في مجال التنظيم أو التسليح أو التدريب أو مواكبة التنظيمات واستعدادات الجيوش المتقدمة. ويمثل التعاون الأمن العسكري العربي عنصرا فاعلا بالنسبة لتبادل الخبرات في التدريب والتسليح. ويعد توحيد تنظيمات وتسليح الجيوش العربية عنصرا هاما في مجال التعاون بين الدول العربية مستقبلا. ويرى الخبراء أنه أصبحت هناك أسس عديدة يعتمد عليها بناء جيش القرن 21. تستخلص هذه الأسس من البحث في مقومات هذا الجيش، وتحديد عناصره ومفاهيمه، وتحديد الخصوم والأعداء والأولويات، والقدرة على توفير هذه العناصر والمقومات. وإذا ما تم بناء هذا الجيش، فسيكون مقدور القيادة العسكرية أن تستغني عن نشر أعداد ضخمة من الأسلحة على خط المواجهة مع الخصم أو العدو، نظرا لاستخدام الأسلحة دقيقة التوجيه والجنود المتفوقين تدريبا والنيران الغزيرة والكثيفة والدقيقة المنطلقة من العمق إلى أعماق الأراضي المعادية، والقوة البحرية المتفوقة والذراع الجوية الضاربة الطويلة وسلاح الصواريخ بروسها التقليدية وغير التقليدية وأسلحة الفضاء والطائرات بدون طيار والسايبر سيكوريتي والسلاح الإلكتروني والجيوش الإلكترونية الكترونيك ارمز والسايبر ارمز والجيوش السايبرية التي تعمل على جبهة الانترنت واختراق منظم المعلومات والتشويش في كافة المجالات بما فيها المجالات التي تشكل دعم للمجهود الحربي للدول. ثانيا، على المستوى العربي ضرورة انشاء الجيش العربي الموحد على الأمة العربية وإنشاء الجيوش العربية الإلكترونية سبق أن ذكرنا ذلك. ثالثا، ضرورة حل الخلافات والمشكلات الداخلية في الوطن العربي. إن حل المشكلات العربية سواء داخل كل دولة أو بين الدول العربية بعضها ضرورة أساسية وأولوية كبرى، لأنها تشغل وتستنزف الموارد الاقتصادية والعسكرية للدول العربية، وتكون مجال للتدخل الأجنبي في الشؤون العربية وتأجيج الصراعات بين الأطراف العربية، ونمثل ذلك الصراعات التي كانت في لبنان والصراع الطائفي أراضيها والصراع الطائفي الذي كان في اليمن قبل الانفصالات وقبل الوحدة والحوثيين في اليمن والأزمة السودانية وانفصال جنوب السودان ومشكلة دارفور وما يحدث أيضا في مصر في سيناء من استهداف لمنطقة عزيزة في سيناء واستهداف الجيش المصري، وفي سوريا التي تتعرض لمؤامرة كبرى من دول مختلفة أصبحت حربا ساحتها سوريا بين أطراف مصالحها متعارضة.
يجب أيضا أن يتم التخطيط الاستراتيجي الواضح لأسلوب مواجهة هذه المهددات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية في إطار التضامن العربي على الأقل. والتضامن العربي أيضا هو درجة من التضامن، حيث فشلت الوحدة العربية العربية فانتقل العرب من إطار التضامن لإطار التنسيق العرب المشترك، وهذا مطلوب. وأخيرا وصل العرب إلى الحرب العربية العربية أو الاقتتالات الداخلية، فيجب العودة إلى ميثاق الجامعة العربية ونصوص الاتفاقيات الدفاعية المشتركة ومقررات القمة العربية، والعودة من جديد لتقييم الوضع المأزوم في المنطقة العربية. ضرورة التعاون العربي في جميع المجالات العسكرية، وكما قلنا الانفاق على التسليح وتوحيد الأفكار العسكرية والعلاقات العسكرية والتدريبات المشتركة سواء في المعاهد التعليمية، وتوحيد البرامج العسكرية والمناورات سواء القيادات أو القوات، حتى نلاحظ جدير بالاهتمام تزايد التدريبات مع الدول الأجنبية بديل للتدريبات البينية بين الدول العربية والجيوش العربية العربية. خامسا، تنسيق الجهود العربية في جميع المجالات العسكرية لمواجهة جميع الأزمات العربية، لأن الوطن العربي في أشد الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتنسيق الجهود العربية في مواجهة التحديات سواء من دول الجوار وتطلعاتها، وخاصة إيران وإسرائيل وتركيا وأثيوبيا وأطماعها في المياه العربية. ولعل قيام أثيوبيا بإنشاء سد النهضة الأثيوبي ومحاولة تهديد الأمن المائي العربي يتطلب وقفة عربية جادة للتصدي لأي تهديد للأمن المائي العربي لكل مصر والسودان. وأيضا أطماع دول الجوار الكبيرة بدءا من الخليج العربي وخاصة إيران وأمريكا في دول الخليج العربي، وهذا وتوظيف بعض الأقليات والمذاهب لتكون ذراعا لها، مثل ما يسمى الذراع الشيعي في المنطقة الخليجية، أو ذراع الأقليات والعمالة الأجنبية الوافدة، أو عدوان أريتريا قبل عدة سنوات على اليمن، ودعم متمردي الصومال وتدخل الأثيوبي في الصومال واحتلال إقليم أوغادين قبل أكثر من حوالي 30 عاماً، ومواجهة الإرهاب والمؤامرات والحراك الداخلية العربية العربية المدعومة خارجيا في كل من اليمن وسوريا والعراق ومصر وليبيا وفلسطين والسودان ودول الخليج العربية، والتهديدات المحدقة بالمغرب العربي من جانب أسبانيا وغيرها، وحل مشكلة الصحراء الغربية والتنسيق بين الدول المغاربية وبعضها البعض. ونتصور في المستقبل أن تعمل الدول العربية ما يلي لمواجهة التحديات العسكرية للأمن القومي العربي. 1- تشكيل قيادة عربية موحدة يكون مقرها القاهرة يتفرع منها. 1- قيادة شرقية على سبيل المثال تتولى العمل للدول العربية في آسيا. قيادة مركزية يمكن تضم مصر والسودان وليبيا. قيادة غربية تضم باقي دول المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. قيادة جنوبية تضم جيبوتي والصومال وجزر القمر. أن تتولى كل قيادة فرعية عملية التنسيق بين جيوش الدول التابعة لها سواء في مجال التدريب والتسليح والتنظيم وإعداد مسرح العمليات. يمكن مستقبلا أن تتولى قيادة العمليات التي تحدث في المنطقة والدفاع والتعاون مع التحديات والتهديدات داخل كل قيادة، والتنسيق على المستوى العربي الشامل أيضا بين القيادات الفرعية وإنشاء قيادة مركزية. ونتصور أيضا مواجهة التطورات الحالية والمستقبلية في نظام العالم الجديد في إطار رؤية عربية مشتركة وفي إطار سياسة موحدة وليس من موقف انفرادي. 4- التحرك نحو جعل المنطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وخاصة إسرائيل، فلا يجوز أن تبقى الدول العربية تحت مظلة السلاح النووي أو التهديد العسكري الإيراني أو التركي أو الأثيوبي أو الإسرائيلي دون أن تتحرك لتدافع عن نفسها. وهنا يقع المسؤولية كاملة على مصر بصفتها الدولة القائدة في المنطقة العربية، والمملكة العربية السعودية والإمارات وسوريا والسودان، وأيضا دول المغرب العربي مجتمع وخاصة الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، كلها دول يجب أن تكون في الميدان. أهمية إقامة صناعة حربية عربية مشتركة في مواجهة ضبط التسلح وتطبيقه خصوصا على الدول العربية بدعوى وقف النزاعات والحروب في المنطقة، يستلزم من الدول العربية إعادة بناء صناعاتها الحربية في خطة عربية شاملة باستفادة الإمكانيات الموجودة فيها وتطويرها، بحيث يتم توزيع الصناعات على الدول العربية طبقا لقدراتها
وبحيث تغطي صناعات الأسلحة البرية والبحرية والجوية وأسلحة الدفاع الجوي والصواريخ والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية. فهناك دول يتعدى عدد سكان الملايين حققت صناعات متقدمة على المستوى الدولي. في الوقت الذي يقترب سكان الدول العربية من أكثر من 400 مليون نسمة ولم تحقق أبسط الأسلحة وذخائر الاكتفاء الذاتي بشكل عام. الخلاصة ضرورة عقد قمة عربية دورية لمواجهة التحديات العسكرية. وإذا كنا نتضرر بالحاجة لرؤوس الأموال فالاحتياجات العملية العربية حاليا لا تجد مكان آمن للاستثمار فيه بعد مخاطر التجميد من دول الكبرى منذ أحداث 11 سبتمبر 2001. كما الإنتاج الكبير المطلوب حاليا للدول العربية التي تتكون من 22 دولة هو الإنتاج الجماعي وليس الإنتاج لدولة واحدة، وهو شرط من شروط الصناعات الحربية. وقد آن الأوان لإحياء مشروع الهيئة العربية للتصنيع الحربي مرة أخرى، خصوصا وبعض الدول العربية الخليجية أعادت استثمار أموالها في الصناعات الحربية في تركيا وغير تركيا. وأدعو مصر واليمن وأدعو مصر والكل من الإمارات العربية والسعودية وسوريا لإنشاء صناعة عسكرية عربية مشتركة، والسودان وتونس والمغرب والجزائر وليبيا لتكون قوة عربية رافعة للأمن القومي العربي. وإذا كانت الدول العربية قد خططت أكثر مرة لعقد قمة عربية لنناقش الأوضاع الاقتصادية في الوطن العربي، فالمتصور أن يتم التخطيط لعقد قمة عربية مماثلة للصناعات الحربية والتحديات العسكرية باعتبار أحد العناصر الهامة لتحقيق الأمن العسكري. فالصناعات الحربية العربية لا تقل في درجة الأهمية عن تأمين الغذاء للمواطنين في الدول العربية وتأمين الماء والحفاظ على الأمن العربي الشامل. فالأمن العسكري هو جزء واحد فقط من أجزاء ضخمة في الأمن العربي الذي يتكون من أمن الوطن (Human Security)، أمن الإنسان، الأمن المجتمعي (Societal Security)، Military Security، والأمن المائي (Maritime or Water Security)، وأمن الغذاء (Food Security)، وأمن المعلومات (Information Security)، والسايبر سيكوريتي (الأمن الإلكتروني والسايبري). عند الإلكترونيك سايبرتي كلها مجالات جديدة يجب أن يعيشها العرب في القرن 21، ونحن قد قطعنا الخمس الأول من القرن 21. وشكراً.